ثمة خوف يعذبني على الدوام من أن الطائرة ستسقط، هكذا قال جابرييل غارسيا ماركيز. لكن الخوف الآن ليس من سقوط الطائرة، بل من عدم إقلاعها وتحليقها بعدما شل كورونا أجنحتها وبقيت مجرد هياكل في مطاراتها. فكورونا ضغط بفكيه على قطاع الطيران فألحق به خسائر ضخمة منذ اجتياح الوباء دول العالم المختلفة، وهو ما أثر سلبا في حجم تنقلات الأشخاص جوا. بلغة الأرقام، توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا أن تؤدي أزمة كورونا إلى تكبد شركات الطيران خسائر تتخطى 84 مليار دولار أمريكي هذا العام، بما يجعل عام 2020 أسوأ عام في تاريخ هذا القطاع. وتوقع الاتحاد أن تنخفض الإيرادات بنسبة 50% لتصل إلى 419 مليار دولار مقارنة ب 838 مليار دولار في عام 2019، على أن ترتفع إلى 598 مليار دولار أمريكي في عام 2021. ورغم أن هناك مؤشرات على أن الحركة تتحسن ببطء، من المتوقع أن تنخفض مستويات الحركة الجوية لعام 2020 بنسبة 54.7% مقارنة بعام 2019. ففي منطقة أمريكا الشمالية، توقع إياتا انخفاض الطلب بنسبة 52.6% وخسارة إجمالية تصل إلى 23 مليار و100 مليون دولار أمريكي. وفي أوروبا، تشير التوقعات إلى انخفاض الطلب بنسبة 56.4% وتسجيل خسارة تقدر ب 21 مليارا و100 مليون دولار أمريكي. أما منطقة الشرق الأوسط، وبحسب إياتا فسينخفض الطلب فيها بنسبة 56.1% وستسجل خسارة إجمالية تقدر ب 4 مليارات و800 مليون دولار أمريكي. وفي إفريقيا، توقع إياتا انخفاض الطلب بنسبة 58.5% وأن يسجل القطاع خسارة إجمالية تقدر بملياري دولار أمريكي. وبصفة عامة، من المتوقع أن تنخفض أعداد الركاب إلى 2,250,000,000 راكب هذا العام، أي ما يعادل تقريبا مستويات عام 2006، قبل أن ترتفع إلى 3,380,000,000 راكب في عام 2021. ومع هذا، فإنها ستظل منخفضة بأكثر من 25% عن مستويات عام 2019.